بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة يلنجك، طبعا شقة داخل مجمع سكني، احنا الان في اخر دور، الدور الثامن. راح اعرض لكم الشقة من الداخل. طبعا رقمها 15 زي ما انتم شايفين، مساحتها 185 متر مربع. هنا مدخل الشقة، طبعا تشطيب سوبر ديلوكس، ويمكن البيع بالاثاث. هذا المدخل على يميننا مباشرة، المدخل هنا عندنا الدواليب، هذه جاهزة مفصلة. طبعا على يسارنا عندنا هنا الصالة، مساحتها ما شاء الله تبارك الله كبيرة وشرحة. طبعا الشقة مؤسسة بالكامل، أثاث فخم، والتدفئة تدفئة أرضية، هذه ميزة ما تتوفر إلا في قليل من المجمعات. طبعا إطلالة الأمامية إطلالة كاملة بانورامية على الطبيعة والبحر. زي ما انتم شايفين هنا عندنا مطار طرابزون، هذا مدرج المطار. احنا الان في منطقة يلنجك، نبعد عن المطار ما يقارب 5 دقائق فقط. وايضا عندنا هنا رمادة، فندق رمادة، وهنا عندنا مدرسة خاصة، هذه الفلل امامنا. يعني الاطلالة هذه مستحيل احد يغطي عليها، اطلالة مضمونة. طبعا شقة 3 غرف وصالة، 185 متر مربع. راح نشوف الآن، طبعا في غرفة طعام، هي تعتبر 4 غرف صالة يعني مع غرفة الطعام. هذه غرفة الطعام مفتوحة على الصالة، لها باب سحاب، ومنها نخرج للبلكونة. البلكونة مشتركة بين غرفة الطعام وبين الصالة. أيضا إطلالة كاملة على الطبيعة والبحر زي ما انتم شايفين. هذه اطلالتها، الشقة داخل مجمع، طبعا فيها مواقف سيارات مغلقة، مواقف سيارات مكشوفة، ألعاب أطفال، جلسات عائلية. هذه غرفة الطعام، ومنها نشوف المطبخ. طبعا هنا المطبخ مجهزة بالأجهزة الكهربائية جميعها. هنا عندنا الثلاجة، هنا مدخل الشقة، طبعا فيها 3 دورات مياه، وأيضا فيها مكيف في الممر. هذا الحمام الأول كرمكم الله. وعندنا هنا الغرفة الأولى، ظلها مكتبة. وهنا عندنا دورة المياه الثانية، طبعا تشطيب سوبر ديلوكس، الممرات سيراميك، وداخل الغرف والصالة باركيه. هذه دورة المياه الثانية الرئيسية. عندنا هنا الغرفة الثانية، طبعا أثاث خاص للشقة، لها بلكونة. طبعا هذه البلكونة الخلفية، أيضا لها إطلالة جانبية على البحر. نشوف غرفة النوم الرئيسية، هذه غرفة النوم الرئيسية مثل ما ذكرت لكم، أثاثها خاص، لها دورة مياه خاصة، دورة مياه كاملة لغرفة النوم الرئيسية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.